هنعمل ايه في الايام اللي جايه؟ يعني هنواجه الحياه اللي جايه ازاي؟ باي قيادات؟ مين اللي هيكون في مجلس الشعب؟ انتوا قريتوا الدستور بيقول ايه على مجلس الشعب؟ ده هكلمكم فيه بكره ان شاء الله. انا طولت النهارده بيزعقوا لي زمايلي، بس يعني مجلس الوزراء ما بيناقش قانون التظاهر. وزي ما قلت لكم، القاضي المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه الاستئناف في القاهره قال ان تعديل قانون التظاهر خطوه على طريق احترام الدستور. كويس كويس، هقول لكم الحاجات بسرعه. وكيل المخابرات السابق السيد اللواء رأفت شحاتة، مع كل تقديرنا واعتزازنا طبعا العظيم برجال المخابرات، عندنا جهاز مخابرات عظيم من عبد الناصر، على فكرة عبد الناصر أسس جهاز مخابرات عظيم، لكن من حق رئيس المخابرات أو وكيل المخابرات أو ضابط المخابرات أنه يعمل حديث صحفي فيقول أسرار الجهاز؟ طيب هل توصيل المعلومات للرئيس من عدم توصيلها دي أسرار ولا مش أسرار؟ يعني معلومات موجودة، ورق من إدارة المخابرات في معلومات، هل توصيل هذه المعلومات للرئيس أو عدم توصيلها دي من أسرار الجهاز ولا دي حاجة عادية؟ نتكلم بعد الفصل. في